بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ننصحو إكزارسيس دو في لاسيغي ديال لي ترونسفورماسيون أسوسي أو رياكسيون أسيدو باز أون سوليسيون أكول. الفيديو الأول صححنا التمرين رقم واحد، غادي تلقاو الرابط ديالو أسفل هذا الفيديو، غادي تلقاو أيضا رابط تحميل هذه السلسلة هذه. إذا غادي ننصحو في هذا الفيديو إكزارسيس دو. بخوميييغ كيستيون، إكخيغ لي زيكواسيون de réaction entre l'acide lactique avec les ions de nitrate. Thomas, le modèle est tenu, donc tu peux avoir l'acide formique avec l'ion hydroxyde. Bête, sur le tenu, calculer la constante d'équilibre associée à chaque de ces réactions à 25 degrés Celsius. Il y a une réaction de la constante d'équilibre, la équation binhead. Question 3, on déduire les valeurs de la constante d'acidité Ka et du pKa du couple considéré à 25 degrés Celsius. Donc, هنايا غادي نبداو بالمعادله الاولى، غادي تكون بين هاد بين هاد الكوبل هادي مع هاد الكوبل. دونك غيتفاعل عندنا لاسيد مع لا باز ديال هادي. دونك غنديروها، ناخذ هاد لاسيد هذا اللي هو CH3COH CO2H زائد هاد لا باز ديالو، غيكون عندنا NO2 موان. دونك غيكون غيوقع واحد التفاعل بيناتهم. دونك هذا غادي يفقد واحد الاش، غيعطي لهذا، غيعطينا هاد الاسيد، وهذا غيبقى غيمشي لي واحد اش وغيولي الباز هو هذا. دونك غيكون عندنا CH3CHOHCO. دونك غيولي CH او موان 2 زائد هاد لاسيد، غيولي عندنا HNO2. دونك هذه هي البروميير ايكواسيون. دابا ليكواسيون 2 غادي تكون بين HCO2H مع HCO2 موان، غتكون بين هذا، وغادي تكون مع H2O و HO موان. دونك هاد الكوبل هذا مع هذا غادي نكتبو ليهم ليكواسيون. دونك غادي ناخدو هاد لاسيد اللي هو HCO2H، غنزيدو ليه لا باز اللي هو HO موان، هذا غيعطينا HCO2 موان زائد H2O. دونك هادي هي ليكواسيون اللي غادي تكون عندنا. من بعد السؤال الثاني، بالنسبة للسؤال الثاني، كالكولي لا كونستونت ديكيليبغ اسوسي اشاك de ces réactions à 25 degrés Celsius. يعني غادي نحسبو لا كونستونت ديكيليبر لكل ايكواسيون، غنسميو هادي كا واحد. دونك بالنسبه لا كونستونت ديكيليبر كتكون هو لا كونسونطراسيون ديال لي برودوي ديفيزي على لي كونسونطراسيون ديال لي زاسيد. الو غادي ناخذو لا كونسونطراسيون ديال هذا ديال CH3CHOOHCO2 موان fois HNO2 à CH3COH CO2H مع NO2 moins. من بعد غادي نخصنا هنايا باش نحيد هنا في المعطيات كا عندنا بي كا. دونك هنايا في الحاله هذه غادي نضربوه هنايا وهنايا، غادي نضربوه في H3 او بلس باش نقدروا ندخلوا كا. غنضربو هنايا في H3 أو بلس، وغادي نضربو هنايا في H3 أو بلس. إذا ملي غادي نضربو الفوق أو لتحت في H3 أو بلس، شوفو هنايا شنو غادي يكون عندنا. بالنسبة لهاد لاباز مع H3 أو بلس مع هاد لاسيد، غادي نكتبوهم هنايا، غادي نعزلوهم CH3CHOHCO2 مع H3 أو بلس ديفيزي على CH3 COH CO2H. دونك هذه الكوبل الاولى ديال نصف المعادله الاولى مضروبه بالنسبه لهاد لاسيد HNO2 مع هاد لاباز ديالو اللي هو NO2 موان فوا H3O بلس. دونك هادو كما كتلاحظوا هنايا شنو هي هادي، هادي هي KA ديال هاد الكوبل هادي، يعني غنسمي كا واحد على كا جوج ديال هادي. كا جوج الا كتلاحظوا هنايا راه هادي هي
هذه هي كاجوج، يعني لا كونسون دو لاسيديتي ديال اش ان او 2 على ان او 2 موان. دونك هذه شنو كتساوي؟ هاد بي كا ا كتساوي 10 اس ناقص بي كا ا 1، هذه كتساوي 10 اس ناقص بي كا ا 2، دونك اللي هي كتساوي 10 اس ناقص بي كا ا 1 زائد بي كا ا 2. وغنديروا لابليكاسيون نيميريك. عندكم في داك الجدول اللي عندكم في المعطيات عندنا بي كا ا 1 هي هذه 3.9 زائد 3.3. دونك غنديروا كالكول، غيكون عندنا 10 اس ناقص 3.9 زائد 3.3 تساوي 0.25. دونك غتعطينا 0.25 سون يونيتي. نفس الشيء غادي نديرو لهاد المعادلة، هادي غادي نديرو ليها حتى هي نحسبو ليها حتى هي كا اجوج ديالها. غنديرو كا اجوج كيساوي لي كونسونطراسيون ديال هادو، اللي يكون عندنا هنا يكون عندنا غير واحد اللي هو غنسميوه اش سي او دو موان، حيت اش دو زو مكيكونش هنايا اش سي او دو اش هويا اش او موان. دونك غادي نضربو الفوق والتحت في اش 3 او بلس، دونك غيكون عندنا اش 3 او بلس هنايا اش 3 او بلس. دونك ملي غادي نضربوهم في اش 3 او بلس غادي تلاحظوا بان هذه غادي تكون هي كا ا، نسميها كا ا مثلا 3، وهذه غادي نسميوها كما لاحظتوا هنايا اش او موان اش 3 او بلس هي كا او، اش او موان اش 3 او بلس هي كا او، هذا عطينا على كا او اللي هي هادي شنو هي، هادي هي 10 اس ناقص بي كا ا 3 على 10 اس ناقص بي كا او، اللي هي كتساوي 10 اس ناقص هادي راه عندكم القيمه ديالو في الجدول هي 3.8، هادي عندكم هي 10 اس ناقص 14. ودا غادي نحسبوها، غنديروا 10 اس ناقص 3.8 وغنديفيزيوها على 10 اس 14 اس ناقص 14، دونك غادي تساوي 1.58 10 اس 10، 1.58 10 اس 10. بالنسبه للسؤال الثاني، اون ديدوير لي فالور دو لا كونستانت داسيديتي كا ا اي دو بي كا ا دو كوبل كونسيديري à 25 degrés Celsius. Il y a une radine stendue K1 ou un stendue PKA. Il y a un instant déjà PKA à mardi. Il y a un couple 1, question 3, couple 1, couple 2, couple 2, couple 3, ou couple 4. بالنسبة لكوبل 1 عندكم PKA راكي تساوي 3.9، وعندكم بالنسبة لكا ا راه كيساوي 10 اس ناقص بي كا ا اللي هو 10 اس ناقص 3.9، وغادي نحسبو 10 اس ناقص 3.9 غتعطينا 1.25 10 اس ناقص 4، دونك هي 1.25 في 10 اس ناقص 4. هنايا بالنسبة بي كا ا جوج، هذا نسميها بي كا ا واحد، هذا نسميها بي كا ا جوج، هذه تعطينا هي 3.3 اللي هي كا ا كتساوي 10 اس ناقص بي كا ا جوج كتساوي 10 اس ناقص 3.3، اذا هي 10 اس ناقص 3.3 كتساوي 5.01 في 10 اس ناقص 4، دونك هذه هي كا ا. أو غادي نمشيو كوبل 3، غيكون عندنا دابخي لو طابلو غيكون عندنا بي كا ا 3 غيكون هو 3.8، دونك كا ا 3 هو 10 بليسونس موان بي كا ا 4 إيكال 10 بليسونس موان 3.8، دونك غادي نحسبو هو 10 بليسونس موان 3.8 كتساوي 1.9
58 في 10 أس ناقص 4. بالنسبة لكوبل بوكوبل 4 عندنا بيكا A هي بيكا E، راه عندكم في المعطيات اللي هي 14 واللي هي ك بالنسبة لهذه نسميها كا E كتساوي 10 أس ناقص بيكا E اللي هي 10 أس ناقص أس ناقص 14 اللي غادي نحسبوها، يعني غنديرو 10 أس ناقص 14 كتساوي 1 في 10 أس ناقص 14، إذا اللي هي 1 في 10 أس ناقص 14 بلا ما نحسبو غنخليوها غير هكا. دونك هي هادي، دونك هذا هو التمرين ديالنا، التمرين رقم 2. نتلاقاو إن شاء الله في فيديو آخر غادي نصحو التمرين رقم 3. والسلام عليكم ورحمة الله.